عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض بيتزا بالجلاش. المقادير اللي معانا نص كيلو جلاش زي ما انتوا شايفين، دي نص كيلو كنت جايباه من السوبر ماركت، وربع كيلو صدق. الحشو بقى اللي انتوا عايزينه، أنا هحط صدق، لو عايزين تحطوا بسطرمة أو لحمة مفرومة براحتكم. ده ربع كيلو صدق بقالي، وطماطم وفلفل وزيتون وجبنه شيدر انا بشراها، وهنحتاج طبعا كوبايه لبن وبضايه عشان نسقي بيها صينيه الجلاش، وعشان ندهن الصينيه حاطه زيت على سمنه على بعض. لازم زيت عشان الزيت بيخلي الجلاش مورق وبيخليه منفوخ، لو حطيته سمنه بس السمنه مش بتخلي الجلاش مورق. هنسمي كده ونبدا. طبعا هنقسم الجلاش النص تحت الحشو والنص فوق الحشو، وما بين كل ورقتين جلاش هندهن بالسمنة والزيت. هنسمي كده ونبدأ. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط ورقتين ورقتين، يعني الجلاش حتى لو متقطع ما تقلقوش خالص، اهو عادي خالص لو متقطع احنا هنظبطه، وهتطلع الصينية بتاعت البيتزا بتاعتنا جميلة وما فيهاش اي قطع، مش هيبان فيها القطع ده. اهو زي ما انتوا شايفين كده، وهدهن ما بين كل ورقتين ورقتين ادهن، مش هينفع بين كل ورقه ورقه عشان ما يبقاش فيه سمنه كتير قوي. انا دهن الصينيه طبعا قبل ما احط فيها الجلاش بتاعي. ورقتين ورقتين، لو في زياده هنشيلها. هنظبط هحط نص كمية الجلاش اللي عندي، وانا بحط الحشو هوريكم. انا حطيت نص الجلاش بتاعي زي ما انا وريتكم، هحط بقى الحشوة، هحط الطماطم والفلفل اهو كده، والفلفل بتاعي وهحط الصدق. الحشوة بقى اللي انتوا عايزينها اللي تريحكم. كأني بعمل بيتزا بس تجيب الجلاش. اهو والزيتون، عايزين تحطوا زيتون اخضر حطوا زيتون اخضر، انا حاطه زيتون اسود. والجبنة دي جبنة شيدر، وهحط باقي الجلاش بتاعي. ورقتين ورقتين، وادهن ما بين كل ورقتين اهو. كل ورقتين ادهن ما بينهم، واتني الحروف الزياده. هكمل هوريكم في الاخر.
اهي صينية الجلاش بتاعتي بعد ما رصيت الورق كله فوق الحشوة، هو ده بقى شكلها النهائي. هعمل ايه؟ هقطع صينية الجلاش عشان اسقيها بالبضاية وكوباية اللبن. قطعت صينية الجلاش بتاعتي، هجيب بقى كوباية اللبن والبيضاية، هضرب البيضاية شوية ملح وفلفل، رشة ملح، احط عليها كوباية اللبن، لبن بارد مش لبن سخن، وهسقي صينية الجلاش بتاعتي. هدخلها الفرن على نار عالية اهو، هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص، وأول ما تحمر هطلعها وهوريها لكم. اهي صينية الجلاش بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن أخدت حوالي تلت ساعة على الرف اللي في النص على درجة حرارة 200، وهو ده بقى شكلها بعد ما طلعت من الفرن. انا هقطعها واحطها في طبق وهوريها لكم وانا بقدمها. اهي بيتزا الجلاش بتاعتي بعد ما حطيتها في الطبق، هو ده بقى شكلها النهائي. انا هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقه البيتزا بالجلاش بتاعتي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناه ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.